بكرة بتشرق شمس العيد وبتبشر بنهار جديد. عيش اليوم وحب اليوم، اليوم بعيدك بكرة بعيد. بكرة بتشرق شمس. كيف أجواء العيد؟ الأجواء حلوة والعالم عم تشتري وتتبضع. لا تقريب الساعة 1:30 بالليل وازدحام مظبوط. ان شاء الله كل عام وانتم بخير وسوريا بخير وقايدة بخير. ان شاء الله خير، وان شاء الله الخير والسلام بيعم على سوريا كلها وعلى الشعب كله، وبتصير الامور ان شاء الله سنة الجاية من عيد احسن. والله الحمد لله الدنيا كلها بخير الفضل لله، العالم بالاسواق والحمد لله رب العالمين الحمد لله. كيف كان العيد ايام زمان؟ والله انا شايف ما اختلف شيء، يعني نفس الشيء، العالم اللي قبل اسبوع عم تتسوق وماشي الحال الحمد لله رب العالمين. العالم زحمه ومبيع الحمد لله. والله مليحه يعني كلها اسعار كويسه ممتازه يعني. كيف كان العيد ايام زمان؟ حلو كان كويس، كنا نروح نعيد الاهل الصبح بكير، بعدين نروح بعد الظهر على القليبات وعلى الزنازي وعلى البسكليتات، نركب الشخاتير من البحر. وهيك نفرح نلبس اللباس الجديد. ونزور الجدة والستة والقرايبين والأهل والأصدقاء وإلى آخره، وينعاد عليك على الجميع وعلى البلد كله بألف خير إن شاء الله. أيام زمان كنا بالضيعة يعني ألعاب هيك وشغلات وعيديات ونشتري ثياب جديدة، نشتري حلو، نشتري شغلات هيك حلوة. أجواء العيد ممتازة والحركة ممتازة والعالم كلها عم تشتري، والأسواق يعني كثير حلوة وحركة العالم يسا يعني بال 12 ببلش الحركة أكثر. أجواء العيد قبل كانت يعني بتشوفي العجقة بالسوق، العالم الناس كلها فرحانة، الناس كلها بتلبس أواعي، بتلبس الأولاد الصغار بتنزل على الأسواق، يعني حتى نحن الكبار كنا ما يمرق عيد إلا ما ننزل نشتري لو أي قطعة جديدة لتحسي فرحة العيد. أيام أول كان عيد غير هلا، شفت كيف؟ كان في أخذ وعطاء وفي تحابب للناس وفي يعني مال وفي كذا، اما هلا الوقت حاضر في ظروف صار صعب شوي. بيوم العيد قبل العيد بفتره كنا ننزل على السوق، نشتري لنا الوالد يشتري لنا ثياب جديده، يشتري لنا اغراض، ياخذنا يدورنا على المراجيح، نزور اهلنا وقرايبنا نعيدهم بهالعيد الحلو، ونزور اقربائنا. عايش اليوم وحب اليوم، اليوم